وفاء لدم شهيد التحرير مرتضى مازن الذي ترك محافظته بابل وقضاءه سدة الهندية وانضم لإخوانه المحتجين المطالبين بالحقوق في بغداد، وتقديرا واحتراما لكل قطرة دم روت أرض العراق. افتتحت مديرية بلدية السدة معرض الزهور الخريفي إيمانا منها بعدالة مطالب المحتجين السلميين التي خرجوا من أجلها. مديرية بلدية السدة لحضور معرض الزهور الخريفي. هذا المعرض تم تسميته بمعرض الشهيد مرتضى مازن جاسم السيدي، أحد شهداء انتفاضة وثورة أكتوبر الخالدة إن شاء الله. هذا الاستذكار بقدر ما هو يكون استذكار بسيط لكن له معاني وله دلائل كبيرة. عندما يأتي الشباب إلى هذا المكان ويرون أنه هذا المجتمل أو هذا المجتمع العفو قد سمي باسم أحد الأبطال الشباب المنتفضين، هذا دافع أنه تصحيح المسار الخاطئ. هذا المعرض هو وفاء من إحدى مؤسساتنا البلدية لدماء الشهيد التي سالت لغرض محاربة الظلم والفساد والعيش الكريم لأبناء هذا البلد. وإن شاء الله الخدمات البلدية في مؤسساتنا وكل مؤسساتنا البلدية مو فقط بشمال بابل، رغم جهودنا القليلة بس كل مؤسساتنا وكل عاملينا ما يدخرون جهد لغرض تقديم هذا الخدمة رغم ضعف الإمكانيات وضعف التجهيز وضعف الآليات. آخرون قالوا إن المعرض يعكس اهتمام مديرية بلدية السدة بالبيئة والصحة، مطالبين الوزارة بدعم مثل هذه المشاريع. وإن شاء الله إن شاء الله نحن وكافة المسؤولين في محافظة بابل نعمل لغرض توفير أفضل خدمة من تجهيز الآليات وزيادة أعداد العاملين وتثبيت الأجراء إن شاء الله وتحويلهم إلى عقود. مشكلة البلدية أن التخصيصات المالية المتوفرة لها جدا قليلة، علما أن الاعتمادات المالية ضمن موازنة عام 2019 لم ترد إلينا إلا قبل عدة أيام، يعني خلال شهر العاشر من هذا العام، وجميع أبواب الصرف أو أغلبها كانت جدا ضئيلة وقليلة لا تلبي طموح البلدية في تقديم الخدمات، إضافة إلى قلة الآليات التخصصية المتوفرة لدى البلدية. ونتأمل من المسؤولين أو من الحكومات توفير وتقديم الدعم لبلدية السدة من أجل الارتقاء بالواقع الخدمي، علما أن البلدية مستمرة في تقديم خدماتها على مدار أكثر من 18 ساعة باليوم. ومعرض الزهور يعكس اهتمام ناحية السدة وبكوادرها ومديرية بلدية السدة بالبيئة وأيضا حفاظ على صحة المجتمع، خاصة نحن نعرف زيادة المساحات الخضراء زيادة المشاتل هذه راح تنعكس على البيئة والتوازن البيئي اللي موجود عندنا بين انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون والمساحات الخضراء، كل ما زاد عندنا مساحات خضراء راح تقل هذه المشاكل البيئية والصحية. هؤلاء الشهداء الذين مضوا كالأشجار وقوفا ستبقى دماءهم نبراسا يضيء الطريق حتى تحقيق المطالب التي خرجوا من أجلها المتمثلة بالخدمات وفرص العمل وبعض الحرية.